مساء الخير والعافية على أحلى وأرق متابعات. شلونكم حبيباتي؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله كلكم صحة وعافية وراحة بال. قبل ما نبلش بالفيديو نصلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد. اليوم جيتكم فيديو حلو خفيف ظريف روتين على المسواق مالتنا. اليوم المسواق مالتنا مال 10 أيام سوى 35,000. هسه طبعا راح تشوفوا بالفيديو شنو اللي اشتريته، بس من دون اللحم، يعني بس جبنه دجاجتين والمخضر يعني مال البيت، واكيد كان انا هم عندي مناك باقي يعني طماطه وبصل وهاي السوالف، ف يعني من غير اللحوم. اللحوم قلت ان شاء الله غير يوم راح نروح ونجيبها. واكو موضوع اغلب العوائل يسووه، وطبعا هذا الشيء كلش غلط لان انا مجربته، هم راح اقول لكم شنو هو الموضوع. هنا أنا بلشت اليوم صايره نادره محمودي وتريد تتريق. طبعا اني نادرا ما اتريق، يعني بالصدفه بالصدفه اتريق، فاليوم قاعده جوعانه قلت خلي اتريق لان عندي هوايه شغل وعندي تنظيفات هوايه، وقلت خلي اسوي حمله اليوم على الثلاجه لان المسواق انا مخلصته. فبلشت بالثلاجة أنظف بيها، قلت حتى شنو من يجي المسواق ماتي وأخليه بالثلاجة ترتاح نفسيتي، لأن ما أحب الثلاجة وصخة، طبعا هي ثلاجة كلش قديمة أنا ذكرت لكم هذا الشيء. هسه راح شنو نبلش بالمسواق، راح نعدله ونرتبه، وأكيد راح أحكي وياكم وفد موضوع. وقبل لا أحكي بالموضوع حبيت شنو أشكر كل متابعة دخلت القناتي ونورتوني، وكل الهلا بيكم من أي مكان من أي دولة من أي محافظة، كل الهلا بيكم حبايبي. ولا تنسوني تخلوا لي لايك حتى يصعد الفيديو ويشوفوا أكبر عدد من الناس، وأكيد ما مشتركة بقناتي تشترك حتى تستفاد من عندها. هنا هذا المسواق مالتنا مثل ما قلت لكم، يعني جبت هذا المسواق اللي محتاجي من دون اللحوم، بس دجاجتين جبناها واللحم بعد ما جبناه، فهذا صار المسواق مالتنا كليته 35,000. اكو فالظاهره حتى كانت قبل امهاتنا وبيبياتنا يسووها، اللي هو شنو التبخير وقت الغروب. طبعا هذا كلش مو زين، وانا مجربته قبل تقريبا 10 سنوات. كنت من ابخر المغرب ايش اكو ضوجه، ايش اكو مشاكل، ما ادري يعني احس نفسي ما مرتاحه. وطبعا هاي مو مره اني وحده مجربتها لعده ايام نفس الشيء، يعني كل ما ابخر اني المغرب مشاكل تصير عندكم، احس نفسي ما مرتاحه متضايقه صدر مختنق يعني كلش كلش. فتاكدت يعني حسب ما دورت وبحوشت منا ومنا، فقالوا المغرب كلش مو زين واحد يبخر. البخور يكون يا اما الصبح الظهر العصر، من تغيب الشمس بعد لا حد يبخر نهائيا. وفعلا انا جربت هذا الشيء وامتنعت يعني من التبخير المغرب، امتنعت، وهاي صار لي كم سنه انا يعني لا اريد ابخر وما ابخر بالحرمال نهائيا. انا ما احب حتى ريحته بصراحه احكيها، يعني بالبخور موجود بالاسواق هاي البخور العطورات الطيبه، طبعا ما اجيب العطور الكلش ريحتها قويه لان انا عندي جيوب انفي اسم الله عليكم، فاذا عطر قوي راسي يقوم يوجعني، فاجيب العطورات الهادئه وابخر بيتي. وفعلا والله يعني من جربتها انا التبخيرات من الصبح مرات ومرات الظهر ابخر والعصر بس، يعني حتى النفسيه ارتاحت والحمد لله والشكر. فحبيت يعني اوضح هاي الفكره، لان اكو بناتهم قالوا لي بالبيت قالوا لهم حمودي احنا مبخر المغرب ومن سوالف، قلت لهم ما راح احكي هسه ولا كلمه اذا ما اسوي الفيديو واقول لكم عن تجربه يعني اني مجربتها. وشغله ثانيه حبيت انوه عليها، باب الحمام دائما خلوها مسدوده، يعني لا بالنهار ولا بالليل تفتحوها، يعني مجرد تدخلون للحمام تطلعون تسدون الباب. فراح تقولون على مود يتهوى على مود ما اعرف شنو، اكو شباك خلوه مفتوح، الباب لا تفتحوها. ليش؟ لان الحمام وانتو بكرامه يعني هو كله طاقات سلبيه، فمن راح تفتحون الباب راح الطاقه السلبيه كلها راح تنتقل لكم، وحتى تمنع الرزق من البيت.
فهذا الشيء ترى كلش غلط. فدائما باب الحمام خلوها مسدودة، لا تفتحون باب الحمام، مجرد بس تدخلون تطلعون سدوا الباب. هسه راح تقولون شنو يعني ليش واحد ما يبخر المغرب؟ بنات انا اللي سمعته يعني صح او غلط ما ادري، يقولون الملائكة هي موجودة وقت الغروب تدخل للبيت، فانتو من راح تبخرون راح تنطرد الملائكة من البيت. أنا اللي سمعته هيجي، وعد ما أعرف يعني صحيحة أو غلط هذا الشيء ما أعرف، بس أني عن تجربة يعني قلت لكم تجربتي من امتنعت من تبخير المغرب، يعني الحمد لله وشكر صارت الأمور كلها تمام تمام وعال العال. فحبيت يعني أوضح هاي الفكرة وإن شاء الله تستفادون من عندها. مثل ما شفتوا المسواق مالتني رتبته وخليته اكيد بالثلاجة. مسواقنا اللي شفتوه اكيد كل واحد حسب عائلته، يعني انا عائلتي 4 نفرات، اكو عوائل 5 و6 اكيد هذا المسواق ما راح يكفيهم، بس انا بالنسبة لي يعني بعد هم محتاجة كم شغلة، يعني مو هذا مو كل المسواق اللي جبته، اكو بعد شغلات انا ما جايبتها، الخبز بعد عندنا، الفاكهة اكيد مو بس هاي الفاكهة يعني بالعشر ايام لا، فراح احتاج فاكهة، يعني اكو شغلات تخلص باقل من 10 ايام، واكو شغلات لا والله تبقى عندي. يعني هسه البوتيتة انا عندي بالناك بالثلاجة، وردينا جبنا تقريبا يمكن جاب لي 3 كيلوات او 4 كيلوات بوتيتة، فهاي كلش كافية. البيذنجان نفس الحالة جاب لي 3 كيلوات. عندكم الطماطة هم كانت عندي مناكة وهم جاب لي كيلوين فوقاها، يعني اكو شغلات مثل ما قلت لكم احتاجها دائما، واكو شغلات لا والله تبقى يعني فتره كلش طويله. البصل هم نفس الحاله، انا عندي كلش كميه كبيره من البصل، فان شاء الله قلت بس يراد لنا مثلا لحم او يراد لنا سمك ان شاء الله، راح اليوم راح يجيبها ابونا، بس انا ما راح انزلها بهذا الفيديو، انزل لكم اياها ان شاء الله بالفيديو اللي يجي. هنا ورا الغداء اكيد لازم تنظيفات للبيت وللكاونتر، ونظفت ومسحت وجلفت مثل ما تشوفون. وبالنسبة للتقسيمات مال الميزانية للبنات، طبعا انا دا ارد عليهم بالتعليق، دا اقسم لهم الميزانيات، واكو بنات يدخلوا لي على الانستا هم اسوي لهم الميزانية واقسمها، لان الفيديو مدى اقدر يعني الحق اقسم لكم بالفيديوهات، لان هم عندي مواضيع وعندي شغلات تضم الفيديو لازم احكي بيها، فمدى الحق. فاكو بنات يكتبوا لي بالتعليقات وانا اقسم لهم الميزانيات بالتعليقات، وان شاء الله راح يستفادون من عندها كفكره، واكيد هم يقدرون يغيرون الشيء اللي يناسب عائلتهم، بس ان شاء الله راح يستفادون من عندها، وان شاء الله انا ما قصرت وياكم شيء، واكيد محتاجه دعائكم وتترحمون الوالدية، واهم شيء يعني انا افيدكم بالفيديوهات مو مجرد فيديو عابر، احب تستفادون من الفيديوهات اللي انا اقدمها. وطبعا انا كلش ضجيت لان الفيديو قرب يخلص، وبعدني انا احس نفسي ما حاكي هوايه وياكم، بس ان شاء الله احاول بالفيديوهات الجايه راح اطول لكم الفيديو لحد ما تبزع ارواحكم وتقولوا لي كافي محمودي بعد ما نريدك كافي. لا ادري بيكم مضوجين من عندي، بس عشاقه وياكم اللي وصلت لهنا بالذات لهنا تخلي لي قلب لون اصفر حتى اعرف من اللي وصل لهنا ومن اللي بس من البدايه وطلعت، حتى اسوي لها عقوبه واقطع عليها الراتب والمي والكهرباء. هسه حبايبي لهنا خلص الفيديو، اتمنى عجبكم ونال استحسانكم، واني كلش كلش احبكم، انتظروني بفيديو ان شاء الله الجاي ومواضيع حلوة وفيديوهات حلوة. ولهنا أقول لكم أترككم في حفظ الله ورعايته مع ألف ألف سلامة.